اسمي هدى جناحي، زوجة وعندي بنت وولد الحمد لله. بدايتي بداية بسيطة، تخرجت من المرحلة الثانوية بعدين القسم العلمي، بعدين خذيت دبلوم في إدارة الأعمال، وبعدين خذيت الكورسات اللي لها علاقة بالبزنس على أساس إن أنا أكون متخصصة في شغلي، بكوني الخلفية اللي بعد اللي قبل كانت عندي علمي وليست في البزنس. الحمد لله دخلت عيالي للمدارس، فصار عندي الوقت الكافي ان انا افتح مشروعي. الحمد لله بديت مشروعي بفكرة غريبة جدا، من كذي يعني ان قدرت ان انا اوقف في السوق لحد الان. فكرة مشروعي هي بداية شركة شحن، والاهم من ذلك انها هي من غير رأس مال. الحمد لله رأس مال كلش بسيط جدا، تقريبا فوق ال 4000 دولار. من بديت بزنس مالي كان عندي مشاكل، فالمشاكل اللي كانت تعيقني في البزنس مالي ما في احد عندي يدعمني، فكنت محتاجة حق جهات معنية وكبيرة اساس تدعمني في البزنس. فقريت في الجريدة إعلان عن اليونيدو إنهما كيفية تدريب رواد الأعمال ودعمه وحل مشاكله، فأنا هذه النقطة المهمة اللي كنت أنا محتاجها. أنا أوردي عندي بزنس مالي لكن في مشاكل، كوني إن أنا امرأة رفضت من وزارة رسمية، فاليونيدو هم بصفتهم قالوا إحنا نحل مشاكل رائد العمل. تقدمت وطبعا قابلوني وشرحت لهم مشكلتي من اول يوم، وكان تقريبا في سنه 2001، وكنت المراه الوحيده في بدايتي في البروجرام، كان كله رجال وانا المراه الوحيده في ذي البرنامج. فيوم تقدمت شرحت لهم، قلت لهم ان انا ذي البزنس مالي لكن غير قانوني قاعد اشتغل فيه، فقالوا هم شلون هاللون. فكلموا الوزير قال ما عندنا قانون ما يعطي المراه، تقدر هدى من اليوم تتقدم وتاخذ السجل. لو انا ظليت وما عرفت الطريق الصحيح وما رحت حق اليونيدو وما عرفت احد يدلني، راح اظل في الخفاء طول عمري، كوني ان انا امراه ما اشتغل في الشحن. الشيء الثاني اللي ساعدوني اياه هو قانون. كنت انا لان شركه شحن كنت احتاج حق تخلص جمركي، فكنت اعاني من المشاكل، فدائما اتقدم ارفض. قالوا هدى احنا ما عندنا مراه تزاول تخلص جمركي. ليش؟ بس لان المخلصين اللي عندنا كلها رجال. انا عندي شركه شحن، شلون ان انا ما زاول تخلص جمركي؟ ما في. ظليت كلمت اليونيدو ردوا ورفعوا رساله رسميه للجهات المعنيه، فقالوا بننظر في مشكلتها. وبالفعل انحلوا مشكلتي، كوني انا املك شركه شحن لازم عندي تخلص جمركي. فقالوا هدى راح تكونين انت اول سيده تحصلين على ذي الترخيص اللي هو كان مختصر فقط للرجال، راح تكونين انت اول سيده في الخليج تحصلين على التخليص الجمركي. انا افتخر بسبب اصراري وعزيمتي ان انا حصلت على ذي السجل، وغيرت القانون اللي هو للرجال وفتحت مجال للنساء، لدرجه كان نساء يتصلون فيني شخصيا يقولوا لي هدى احنا سمعنا مشكلتك وسمعنا اليونيدو شلون حلوا مشكلتك، فاحنا فتحنا مكاتب متخصصه للتخليص الجمركي. لكن دائما حاولت اطور نفسي طبعا بجهات اللي هي المعنيه اللي رحت لهم اليونيدو، فاليونيدو علموني شلون ابتدي السلم من بدايته، علموني الخطوه الاولى والخطوه الثانيه، تعلمت شلون اعمل البزنس بلان، حلوا مشاكلي، احتضنوني، فهذه الاشياء الاساسيه اللي انا كمشروع صغير كنت احتاجها. طبعا نقلوني من المحيط المحلي للمحيط الاقليمي للمحيط العالمي بفضل من الله، بعدين اليونيدو علموني شلون تكون ثقتي في نفسي، شلون اصقل مهاراتي. تعلمت، بديت خطوات، قمت ادخل في مشاريع اكبر واكبر بجرأة اكبر، لان صارت الثقة عندي، قمت اشق طريقي يعني الحمد لله، لان احس ان في ناس حوالي وناس ان انا اقدر استشيرهم في كل خطوه.
دخلت الدعاية الإعلان، دخلت مجالات عمرها ما حد يفكر رائد العمل يدخلها، اللي هي بجرأة يعني مثل ما يقولون بصلابة هيك، اللي هو الفورمولا 1. عمره ما أحد اقتنص دي الفرصة، اقتنصيتها من قبل لا تبتدي الفورمولا 1 بسنتين، والحمد لله كنت المرأة الوحيدة والمحل الوحيد في الشرق الأوسط، لدرجة كان ما عندي رأس مال حق أعمل ماركتينج حق محلي، لأن محل الوحيد في الشرق الأوسط كل الميديا في العالم يجون يصورون محلي وحطونا في أرقى الكتالوجات. قمت أدخل مشاريع أكبر، قمت أكبر من رأس مالي، لدرجة أن جاتني شركة عملت معي جوينت فينتشر، رأس مالها شركة كويتية، رأس مالها 30 مليون دينار كويتي، شرت حصتي 75% من شركتي 3 مليون. فهذه الحمد لله أشكر ربي عليه أن أنا وصلت لذي المستوى، اللي يكون اسمي عالمي وتيني شركات عالمية تطلب أنها تكون معي جوينت فينتشر. طبعا UNIDO جابت ناس مختصة مبتدعين مبتكرين أفكار، كان في واحد المبتكر عنده فكرة مصنع اللي هي تقتصد في الوقت وتقتصد في التكلفة، اللي هو مصنع لإنشاء المستودعات مظلات السيارات. فأنا الحمد لله الحين هذه هي من مشاريعي المستقبلية، والرأس مال جبته من الشركة اللي هي بعت 75.3 مليون اللي أنا حصلت عليها، وهو ذي رأس مال المشروع الجديد اللي هو دخلت مجال التصنيع، وذي مجال مو شيء سهل لأن مجال خدماتي شيء سهل، وطبعا مساعدة الناس المختصة اللي هي المستشارين من UNIDO. الحلو أنا في موضوع إن أنا بديت من غير رأس مال، يعني رأس مالي كان كلش بسيط ومتواضع اللي في حدود 4000 دولار. الحمد لله أنا حين وصلت الرأس مالي لي 20 مليون، فهذه يعني أفتخر إن أنا وصلت، أفتخر أنا كوني أنا في كل عمل بديته يعني أنا أمرأة ويعني كان لي دور في خلق فرص عمل. عندي نسبة البحرنة يعني فوق 40% من البحرينيين اللي أفتح فرص لهم للعمل. عندي حاليا تقريبا كانت بداياتي شركة بسيطة بإيجار بسيط كان 60 دينار، الحين عندي التوتال مجموع شركاتي عندي تقريبا 6 شركات، في طبعا مؤسسات وفي ذات مسؤولية محدودة. الشركة الأولى اللي هي خدمات الشحن الشاملة والمسافرين، هي طبعا مؤسسة وهي مؤسسة ذات مسؤولية محدودة. عندي شركة ثانية جلوبال لخدمات البريد السريع، هي مؤسسة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعتبر 4 شركات. عندي شركة اسمها لاست مينت، تعمل الخدمات السريعة للمجمع كامل اللي هو أكبر مجمع عندنا في البحرين، محل السيتي سنتر. فهذه شيء أنا يعني افتخر ان انا اخذت هذا المشروع لاول مره يفتتح اكبر مجمع. عندي شركه خامسه اللي هي قصدي سات اللي هي شركه لاست مينت للدعايه والاعلان، كانت فقط هي للفورمولا 1 ودخلت عليه الدعايه الاعلان. عندي الحين من يعني انجح الاعلانات في الاماكن الخاصه والاماكن العامه املكها، فاشكر ربي على هذه المشاريع. توني في الأزمة العالمية بديت مشروع الحمد لله شركة جلوبال لتوزيع واستيراد الأقضية، فهذه وقت عصيب ما في أحد يقدر يفتح مشاريع، لكن الحمد لله قلت مدام أنا بانجح في ذي الوقت العصيب راح أنجح في وقت الرخاء اللي هي تمر فيها العالم كله. وهي أنا أعتبر ذي هي أهم شهادة عندي في تطوير من نفسي من UNIDO، ولحد الآن هي سببت لي وايد أشياء ونقلتني من المحيط المحلي للمحيط الإقليمي للمحيط العالمي بهذه الشهادة الحمد لله. أشكر ربي على ذي الشيء. هذه الوسام يعني سبب في حياتي طفرة، أنا أعتبرها وايد مهمة في حياتي، لدرجة أني يعني لقبت بأول مرة في العالم لقب رائدة الأعمال القيادية، فهذه يعني شرف لي وسام يعني أحتفظ في مدى الحياة، ولحد الآن ما أطلق على أي رائد عمل في العالم. قصتها قصة عجيبة، لكن يعني أحب أن أنا أقولها، هي ما توقعت أن أنا بكون يعني بذي العالمية.
تحدث عني الرئيس الأمريكي في أكبر مؤتمر اقتصادي بشرم الشيخ، ولا كان أحد يتوقع أن هدى جناحي البسيطة رح يتكلم مع عنها يعني رئيس أقوى دولة بالعالم. جاتني مكالمة هاتفية، وكان يوم عادي يوم احنا عندنا الجمعة، فقالوا لي احنا نتكلم من السفارة الامريكية، هل انت بتكونين يعني بتحضرين المؤتمر في شرم الشيخ؟ فاستقربت انا من السؤال، قلت له انا هدى السيدة البسيطة يعني من بيدعوني في ذي المؤتمر الضخم اللي كله رؤساء دول ورؤساء وزراء واكبر الشخصيات؟ فقال لي كلمة يجب أن تكوني هناك، فما أعرف بعد شنو قصده، ويمكن هذه أسرار يحتفظون فيها لوقت السبيتش. فقال لي بعدين آخر جملة، هل عندك مانع تقابلين الرئيس؟ فأنا لأن المكالمة كانت يوم جمعة وقبل المؤتمر بيومين وما توقعت أنه يقصد بذي الضخم اللي هو الرئيس، فاعتبرت أنه يقصد السفير. فأنا جاوبته بكل بساطة، قلت له أني تاني، لكن طبعا تفاجأت في يوم الأحد، تفاجأوا القنوات وتفاجأ العالم كله أن الرئيس الأمريكي يتحدث عن أبسط امرأة، ويعني بدأت من أصغر دولة وهي سيدة بسيطة، بدأت من الصفر وقص قصة حياتي من البداية للنهاية. فلذلك ذكر في حديثه: Recently I learned of a woman in Bahrain who owns her own shipping company. She started with a small office and two employees. When she first tried to register her business in her own name, she was turned down. She attended a business training class and was the only woman to participate. And when she applied for a customs license, officials expressed surprise because no woman had ever asked for one before. And yet, with hard work and determination, she turned her small company into a $2 million enterprise. And this year, Huda Janahi was named one of the 50 most powerful businesswomen in the Arab world. Anna Huda طورت نفسها برنامج. فأنا البرنامج اللي ذكره الرئيس الأمريكي، طبعا ما ذكر الاسم، يوم ثاني عملت أكبر مؤتمر صحفي، رفضت أن أعلن حق أي جريدة أو أي مكان أو أي قناة إلا في المؤتمر الصحفي في بيت الأمم المتحدة، وأعلنت أن البرنامج اللي طورت نفسي فيه هو فقط برنامج الأمم المتحدة اليونيدو. أحب ذي الجائزة وعزيزة على قلبي، ويعني أتكلم عنها من داخلي لأن ما كنت أتوقع أني أنا أفوز. طبعا رشحتني اليونيدو ورشحوني بنك البحرين للتنمية، كنت آخر وحدة يستلمون أوراقي من بين تقريبا 200 وشي سيدة، لكن الحمد لله ربي ما قصر، فزت بأفضل مشروع عربي اللي هي أول جائزة عندي في أنا، وما كنت أتوقع أن أنا بأخذ ذي الجائزة الكبيرة. طبعا هي في الخليج عندنا ذي الجائزة كبيرة بسبب لأن حاكم دبي هو الشيخ محمد بن راشد مكتوم اللي عامل ذي الجوائز لرواد الأعمال. ف يعني أحسها لحد الآن أحبها مثل ابن من أبنائي، وأحس أنها هي أول جائزة جلبتني الشركات الكبيرة والبزنس اللي هو فيه ثقة، لأن أثبت حق الشركات العالمية أني أنا أستاهل أن يعملون معي نيو بزنس ويعني وشركات مع الشركات الكبيرة. حبيت أشكر أهلي كثير يعني من بعد هالإنجازات اللي حققتها، ناس لهم دور من البداية في التربية لي من يوم أنا كنت صغيرة لحين وصلت، أعطوني الثقة دائما، التشجيع دائما. فأشكر الوالد والوالدة وأهلي، وأشكر زوجي. الحمد لله وبالتوفيق من الله حققت إنجازات كثيرة، لكن وصل الوقت اللي أنا أريد أحقق حلمي. حلمي هو إنشاء كيان ينطلق من مملكة البحرين لدعم رائد عمل
يقدر يشق طريقة في هاي الوقت الصعب وبتكاتف من كبار المستثمرين والقيادة الرشيدة ويكون منطلق من مملكة البحرين للدول الشقيقة والعالمية.